والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف تي يو تي. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نلون رسمة كاندي كراش. يس، أنا رسمت كاندي كراش على إنهم شخصيات. كل اللي عليك تعمله هو صلي على النبي وتابع مع الدرس. لو أنت أول مرة تدخل القناة، فأنا يوسف محمد ودي قناتي، قناة يوسف تي يو تي، لتعليم برنامج الفوتوشوب بأي حاجة بتتعمل فيه بقى، ورسم الكرتون كمان. أوكي، لو عايز تعرف القناة بتقدم ايه، بص تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل مجالات القناة وشوية حاجات تانية حلوة في الديسكريبشن، اشوفها يا ريت. كاندي كراش كان طول عمرها بونبوني بس، بس لما تحط عليها كيوت فيس هتلاقيها بقت فجأة شخصية، مع عصيان للإيد والرجل بقت شخصية. فهو ده اللي انا عملته في الرسم ديت، وفي الفيديو دوت احنا هنبقى بنشوف ازاي تتلون ببرنامج الفوتوشوب. بستخدم الماوس، انا مش بستخدم تابلت، ده كله بالماوس. الطريقه شرحتها في الفيديو اللي فات ببساطه بصراحه كده، ان انا بجيب الرسمه بتاعتي بصورها بالموبايل تحت اضاءه حلوه، باخدها على الفوتوشوب بعملها ابيض واسود، بزهي اللون الاسود وبزهي اللون الابيض قوي عشان ما يبقاش فيه اي ظلال او كده، تبقى الرسمه ابيض ناصع واسود ناصع عن طريق الليفلز. وباخد الرسمه في فايل جديد، بعمل المود بتاعها مالتي بلاي عشان الابيض يختفي ويفضل لي الخطوط السوداء بس، وبلون تحتها في ليارات منفصله لوحدها تحتيها، فبيبقى كاني زي كده ما بترسم على الازاز، من هنا بتحط الحبر ومن ورا بتحط الالوان، ففي الاخر لما تبص لها هتلاقي الالوان تحت الحبر بالظبط. لو انت شايف في الفيديو لون انت عايز تستخدمه وانت مش عارف اسمه ايه او تجيبه ازاي وكده، تقدر تدوس بوز للفيديو وتاخد سكرين شوت للصفحة عن طريق الزرار اللي هو البرنت سكرين، هتلاقيه في الكيبورد عندك فوق الأسهم، فوق الأسهم هتلاقيه فوق الديليت والانسرت، هتلاقي زرار تاني مكتوب اسمه عليه برنت سكرين، تفتح صفحة جديدة على الفوتوشوب وتدوس كنترول في، هتلاقي ان انت خدت الصفحة كلها سكرين شوت، وتجيب أداة القطارة وتاخد اللون اللي عجبك، ويبقى كده انت عندك اللون بتاعك. يس. الرسمة دي انت اكيد ممكن تكون شفتها عندي على الانستجرام، ولو انت مشفتهاش يبقى انت مش عندي على الانستجرام، فايتك كتير، لان الرسومات دي كلها بتنزل على الانستجرام. تقدر تخش دلوقتي عليها، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، او تبحث عني at يوسف تي يو تي. ولو عايز رسمة كاندي كراش ديت خلفية لموبايلك، هتلاقي كذا خلفية ان شاء الله هتنزل على تويتر at يوسف تي يو تي، وبرضو لينك تحميل خلفيات تحت in the description down below.
والشادوهات بنفس الطريقه برضو اللي قدام كده، انا بعمل نيو لاير فوق لاير الالوان، واعمل له كليبنج ماسك ادخله جواه. المود بتاعه هيبقى مالتي بلاي، واجيب لون بنفسجي فاتح وهبتدي اظلل. الاضاءه جايه من على اليمين يبقى الظل جاي من على الشمال. وبعمل بعد كده حاجة تانية اللي هي الهايلايتس. الهايلايتس اللي هي الإضاءات اللي جاية على الشخص اللي احنا بنرسمه أو بنلونه ده. الإضاءات ديت لون أصفر غامق جدا، لاير جديد، المود بتاعه لينير دوج أد، وببتدي أضيف كده وأنا الفرشة بتاعتي 20% أو 30% على حسب، وأقعد تك 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 أضيف كده إضاءات، فاهم؟ and try to be free، حاول تكون حر في اللي انت بتعمله، يعني ارجوك حياة النبي. عارف انك سامع في راسك كومنتات وحشة، عارف انك سامع في راسك تريقة، لكن يا في الاخر لما تبطل تعمل حاجة اللي انت حاسس انها حلوة اللي انت بتحبها، هما مش هيدوك جايزة، في الاخر انت مش هتعمل حاجة اللي انت بتحبها، فاهم؟ I love you. لو
لو انت لسه مبتدئ في الفوتوشوب وعايز تشوف حاجة كده تسهل لك الدخلة على برنامج الفوتوشوب، تقدر تشوف سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين، هتلاقي لينك تحت في حرف الاي فوق او تحت في الديسكريبشن، انا اكيد هنسى احطها في حرف الاي اللي فوق، فانت على طول انزل على الديسكريبشن تحت. احلى حاجه كمان في ان انا باخد الرسم على الفوتوشوب ان انا بقدر اجيب فرشه بيضه واقعد امسح الحاجات، لو في غلطه في الحبر اللي انا عملتها على الورق هتبقى صعبه تمسحها، لكن على الكمبيوتر سهله ان انت تشيلها، وتجيب فرشه سودا تضيف حته انت نسيت تضيفها، وهكذا. كان معاكم يوسف محمد من قناه يوسف تي يو تي، اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. ما تنساش لو عايز تحملها خلفيه لموبايلك فري مجانا، تقدر تلاقيها لينك بتاع تحت في الديسكربشن، in the description for goodness sake. و كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف تي تي، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.